كابتن عصام مساء الخير يا كابتن. مساء الخير. قبل ما نتكلم بس عايز اقول حاجه كابتن عصام، انا عايز ارحب بيه بس يا كابتن. ايوه انا بس عايز اقول له كلمه عشان هو يتكلم بس. كابتن عصام كل سنه، كابتن اتفضل. كل سنه عندنا مشاكل في التحكيم، كل سنه، مفيش سنه ما فيهاش. التحكيم هو العنصر الأسوأ الأسوأ في كرة القدم المصرية، ومع ذلك تدعيم، نجيب فلان نجيب علان. يا كابتن أنا واحد من الناس، أنا أتمنى لحضرتك كل التوفيق، بس كنت أتمنى يجي حد أو لجنة زي ما جت في السعودية، وزي ما جت في الإمارات، وزي ما جت في قطر، تدير التحكيم لغاية ما يبقى عندنا حكام بتحكم للتحكيم، مش بتحكم ليه زي ما حضرتك سمعتك قبل كده بتتكلم على الفيسبوك والكلام ده كده. انا اعرف حكم بكلمه بقول له شيل اللوجو بتاع النادي اللي انت حاطه، راح شتمني حكم وايه بيحكم في الدوري، فاهمني؟ ولما انت اتكلمت في الجزئيه دي قلت والله لعل وعسى. فدي الحاجات اللي انا بتمناها يا كابتن عصام. بتمنى يبقى عندنا تحكيم. طيب كابتن عصام، طبعا كابتن عفت النهارده واحنا بنتكلم على القرعه والدوري والرابطه، وكان جزء مهم بيتكلم في كل الامور، واخص لجنه التحكيم بعمليه التطوير عشان الامور تبقى كلها ماشيه بالشكل اللي احنا بنتمناه. عشان كده كابتن عفت اول ما سمع اسم حضرتك معانا يعني كان بيسال حضرتك في النقط اللي قالها دلوقتي. حضرتك اتفضل في الاجابه بيه. وانا بس انا بعترض، انا طبعا كل النقد البناء اهلا بيه ونحط فوق دماغنا والعكس، طالما هيتطور من التحكيم اهلا بيه، لكن التحكيم مش هو اسوء حاجه في مصر، مش هو اسوء حاجه في منظومه كره القدم. احنا ما عندناش كره قدم اصلا. لو عايز بقى الكابتن عفه تتكلم بأمانة، لا احنا يعني مش عاوزين نحط التحكيم ان هو اسوء حاجه. قد يكون عندنا اخطاء، صحيح ما المدربين عندهم اخطاء واللعيبه عندها اخطاء. هل دي كره قدم اللي احنا بنلعبها في مصر؟ مش هي كره القدم اللي احنا بنشوفها بره. هل مدربين مصر هم احسن مدربين في العالم؟ عندنا مدربين كويسين يا كابتن عفت، زي ما عندنا حكام كويسين. وفي حكام مش كويسين، اتفق معاك، وفي مدربين مش كويسين، وفي لعيبه مش كويسين، وفي لعيبه كويسين، لكن هي قصه مش التحكيم. انا اللي قاله كابتن عفت متفق معاه ان ما فيش حكم يقول انه ليه انتماء 100%. وموضوع الفيسبوك، احنا منعنا الفيسبوك والحكم، حتى الناحيه الشخصيه منعناها. احنا قلنا تعالوا نركز، وقلنا النهارده بنزود بدلات الحكام على اساس نكتب اكبر عدد حتى كمان من لعيبه الكره كابتن عفه اللي هم بيعزفوا عن ان هم يخشوا في التحكيم. ما هو ده برضه برضه الحاجات اللي هي بتتسبب ان ممكن يكون يقلل من التحكيم نوعا ما، لان لعيب الكره بيبقى بيفهم اكتر كتير من اللي ما كانش لعيب كوره بالنسبه للتحكيم يعني. فاحنا بنحاول نشجع وبنحاول، لكن مش هو الاسوء، لان لو التحكيم سيء يبقى الكل سيء، يبقى الكل سيء مش تحكيم. هو العنصر المهم يا كابتن. انا بتفق مع يعني ان احنا في بعض الاخطاء، صحيح في بعض الاخطاء نحاول نعالج، نحاول لا لو انما حاجه اجنبيه ايه، احنا عندنا اعظم ناس بيديروا التحكيم في مصر. مش بتكلم عني انا، في جمال الغندور وفي وجيب، في ناس كتيره كويسه جدا، زي ما في مدربين مصريين عظام وممكن يمسكوا منتخب مصر فيه. بس ليه يعني؟ هي القصه مش عاوزين نقلل من، بالعكس. لو على الاخطاء كابتن عصام، حاجه بس للكابتن عفت، اتفضل اتفضل. قول لي مين في قول لي حكام كويسين في السعوديه دلوقتي بيحكموا؟ كلهم حكام اجانب يا كابتن عفت. يعني اجيب ده مش حكام اجانب، واجيب حكام اجانب كمان، طب فين الفايده؟ انا بدفع عمله صعبه، طب فين الحكام بتوعي؟ الله، انا بجيب ماشي، انا هجيب لجنه حكام اجنبيه تمسك التحكيم في مصر، واجيب حكام اجانب كمان؟ ده اللي بيحصل في دول ثانيه. طب انا هقول لك حاجه كابتن. يعني بخصوص السنه اللي فاتت، انا بس في نقطه الاخطاء واللي انتوا كده، ماتش اسبانيا وفرنسا كابتن، وخطا واضح جدا ان في اوفسايد ادى البطوله لفرنسا دوري الامم. في نقطه في القانون كده بس كده كابتن اتكلم عليها كابتن عصام، يتكلم ايا كان خطا مش خطا، ولكن في الاخر ممكن يبقى وارد ان يخطا الحكم يدي بطوله، وارد ان هو يخطا وما يعني الامور بالنسبه له تبقى. أنا نسبه الاخطاء كم في الميه هناك؟ أنا كم في الميه عندنا فرنسا واسبانيا؟ للامانه عشان اكون صادق معاكم، لان ممكن ناس يضحكوا عليا وانا بتكلم على الحاله دي. هذه الحاله هدف سليم 100%، هدف سليم يا كابتن 100%. سبب انت واحد، انت طبعا يا كابتن اعلم مننا في النقطه دي. لا يا كابتن محمد، ما اقصدش والله، انا بس عشان ندي كل واحد حق، لان اتكلموا بشكل غير عادي الاسبان على ان واتهموا حتى الكابتن جمال الغندور. لا لا لا،
خلينا نكون واقعيين ونتكلم بكل أمانة. هدف سليم 100% ليه سبب واحد يا كابتن. فعلا مهاجم فرنسا كان في موقف تسلل 100%، كان موجود في موقف تسلل، ولكن الكرة جات له ازاي؟ الكرة جات له من لعب متعمد، يعني الراجل المدافع ده اتحرك ناحية الكورة بكل إرادته وعمل تاكلينج ولعب الكورة، فده يعتبر لعب متعمد ألف بيه في القانون على فكرة يعني. فدي الأسبان يعني ترجموها على مزاجهم هم، لكن لو تروح لكل خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم خبراء التحكيم الهدف سليم 100% للأمانة. ممكن نتكلم على ركلة جزاء حاجة تانية لكن في الحال الأسباني يعني، لكن في الحالة دي للأمانة يعني عشان نكون منصفين الهدف سليم. طيب.